النهارده اخويا زي ما قلت لك بقى ما تشغلش بالك. ها ماشي عارف. ماشي حبيبي. سلام اخويا. اتفضل. انغام انغام راح فين بالشنطه دي؟ مش شغلك وابعد عن طريقي. بتقولي ايه؟ انت بتعيطي؟ بس فاهمين يا بنت رايحه فين؟ رايحه في اي داهيه تاخدني بعيد عنك وعنا. هو انت ازاي كنت بتمثل عليا وانت وامي في حاجه ما بينكم؟ انت ازاي واطي كده؟ انا ازاي كنت بصلك في يوم من الايام؟ الكلام ده مش صح. امي خاشره الست في الدنيا. بعدين انت ازاي تصدقي في امي الكلام زي ده؟ والمفروض بقى اصدق كلامك صح؟ بطل تمثيل. الحكايه باظت منك خلاص. كان عندها حق حنان لما سابتك. حنان اللي مالت دماغك بالكلام ده؟ وانت رايحه تصدقي واحده متضايقه منك عشان خدت مكانها؟ انا مش عايزه اخد مكان حد. انا همشي واسيب لكم الدنيا كلها شبه بعض. انا غير حبيبتي يا بنتي. والمصحف ده والمصحف ده في حاجة بيني وبين عرب. أنا اتظلمت. أنا كنت رايحة لهم عادي زي ما بروح لهم كل مرة. ده يا أمك يا أنغام شد حق ربنا. اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.